الثالث الآن إني أنا أستخدم نفس البي سي أو ديسكتوب أو لا، خصوصاً راح أستخدمه في السيتويشنز اللي أنا بحتاج فيها هاي هاي بروسيسنج باور. مثلاً بدي مثلاً أعمل إيميج بروسيسنج، سبيتش بروسيسنج، إلى آخره أشياء زي هيك. إذا بدنا هاد هلا زي ما حكوا في هلا أشياء بدوا يدخلوا على بعض، يدخل إنه نفس ال يكون عندي انتجريتد سيركتس قوية تقدر تعمل إيميج بروسيسنج، سبيد بروسيسنج. شو المشكلة الرئيسية الآن في البي سيز أو الهاي اللي عم تستخدم؟ طبعاً هون عم تستخدم أوبريتنج سيستم العادي اللي هو ويندوز أو هذا. شو المشاكل الرئيسية فيه؟ تمام ماشي، كوست عالي، ديس ادفانتجز، السوفت وير عالي بتكون، عندنا هاي كوست، ايش كمان؟ سايز، ايش كمان؟ تمام، البجز يعني هلا مشكلته الاساسي هذا غير مناسب للريل تايم ابلكيشنز. لانه الويندوز او الاوبريتنج سيستمز هذول بشكل عام غير مناسبين للريل تايم، يعني ممكن هو ياخذ وقت مختلف حتى يستجيب. اذا عندي سيستم بدي اعمل له ريل تايم بروسيسنج، عندي كنترول سيستم غير مناسب. اذا عندي البجز ماشي، خلينا نحكي عن البجز اللي حكاها موجوده في الاوبريتنج سيستم. بس كمان عندي انسوتابل for real time control. بسبب الاوبريتنج سيستم كمان هذا مش مناسب. يعني لو انا بدي اتحكم مثلا في انفرتد بندلوم، صعب اني استخدم نفس البي سي بحيث، لانه مرات الريسبونس تبعه راح يكون بطيء حسب الاوبريتنج سيستم اللي هو موجود فيه، فاحيانا راح يكون unsuitable for real time control. كمان هذا غير مناسب للاندستريال انفايرمنت. احنا يمكن هذا مثلا البي ال سي راح نحطه في مكان وخزان نسكر عليه ونحطه في مكان فيه غبره وفي وسخ وفي درجات حراره. الديسكتوب غير مناسب انفايرمنتلي، يعني انسوتابل في هارش انفايرمنتس. مثلا الاي بي ريتنج، غير مناسب لهاي الانفايرمنتس، يعني مش مناسب اني احطه في مكان في غبر، وهذا هو غير محمي للشوك، مش بروتكتد. يعني مثلا شوك، فايبريشن، دست هيت وميديتي، كل الاشياء هاي غير مناسب لهذا الانفايرمنت. في بعض الاحيان بستخدمه، لكن هو عاده الانسب اني احاول استخدم شيء مناسب اكثر لهذا الانفايرمنت. هلا مرات احيانا طبعا بدنا كمان انترفيس، مش هيك؟ بدنا اي او كاردز. بده اي او كاردز لانه هو بطبيعته مش مجهز انه ياخذ انبوتس واوتبوتس ديجيتال وانالوج، وهذا بصير بده كاردز خاصه فيه. لكن هو بشكل عام كريل تايم كنترول ما بستخدمه. هلا ممكن بعض الايام شو بستخدمه؟ اذا احنا بدنا لسه مش مخلصين السيستم النهائي وعمالنا بنجرب وفي ريسيرش ستيج، ممكن يكون مناسب اني استخدم هذا. يعني احيانا سوتابل فور اكاديميك ديورينج بروتوتايبنج او فور اكاديميك. دكتور الذات مش خليه يبقى مثلا ديسكتوب ولا سيستم دايا. ايش سؤالك؟ ما بعرفش اذا بتغلب، ما بعرف اذا بتغلب على شغله مشكله الريل تايم. يعني هل بيشتغل هو على انتربت وبصير ياخذ مثلا يدخل الانبوت وياخده، ولا لو سبيد مناسب لللو سبيد؟ يعني هل الداك بيقدر يعمل، لا مثلا اعطيك مثال على سبيل المثال، احيانا في الكاردز هاي الداك مثلا بيكون الفريكونسي تبعتها محدوده مثلا ب 100 هرتز او 1 كيلو هرتز. لو الابلكيشن عندي انا بدي سرعه اعلى من هيك ما راح يكون مناسب الداك. هلا في كاردز بتكون سرعتها اعلى بكثير، في شيء اسمه دي سبيس كارد. دي سبيس كارد هذا ممكن يكون مناسب لشغلات اعلى من هيك. كل قاعده لها شواذ. انت راح تلاقي تقول لي هي هذا اندستريال بي سي، في ادخل هلا على النت واكبس راح تلاقي في اندستريال لابتوبس او اندستريال بي سيز، وفي له سبيشال اوبريتنج سيستم بيكون ريل تايم اوبريتنج سيستم ريل تايم مناسب لهي. بس كقاعده عامه هاي هي الاشياء القاعده الصحيحه يعني